إذن كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة، اليوم هو اليوم الدولي للشباب، والهدف الرئيسي من هذا اليوم هو التذكير بأهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة والاستماع لهم واستعراض الاستراتيجيات والبرامج المختلفة برعايتهم. نعم باسل، ولأن الشباب يشكل أكبر جيل في تاريخ البشرية، بحيث يصل عددهم بحسب الأمم المتحدة 1,800,000,000، تتراوح أعمارهم ما بين 10 و24 سنة، فإنهم هم قادرون على التغيير في شتى الميادين. أكيد الشباب عنصر حيوي في العمل الإنساني، الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي وطبعا السياسي، وهم المحرك الرئيسي الفعال لأي إصلاح أو تغيير في المجتمع. ولكن للأسف باسل، تبدو مشاركة الشباب العربي في صنع القرار ضئيلة في بعض البلدان كالمغرب، حيث تهيمن الوجوه القديمة على ترشيحات الانتخابات. تقرير من هناك يلقي الضوء، نتابع. الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. عزوف الشباب المغربي عن المشاركة السياسية قضية لطالما أعيد طرحها داخل الأحزاب عند كل محطة انتخابية، في ظل نفور كبير للشباب عن العمل السياسي. أحمد واحد من الذين لا ثقة لهم في العمل السياسي ما دام التغيير منعدما كما يقول. تيمثلوا علينا وصافي، ما كاين حتى شي تغيير، بالعكس الوقت غادي وكتدهور. ورغم أن الشباب يمثل ثلث سكان المغرب، فإن نسبة انضمامهم إلى الأحزاب قليلة جدا ولا تتعدى نسبة 1% حسب بعض الدراسات التي تظهر أن حضور الشباب في البرلمان المغربي والمجالس المحلية ضئيل، وإن كان ذو أهمية في تسيير الشأن العام. مع الأسف 1% فقط من الشباب منخرط في الأحزاب السياسية، وبالتالي إعطاء الفرصة للشباب من خلال هذه الآلية وآليات يعني إدماجية أخرى على المستوى الجهوي والمحلي التي تسمح للشباب بالحضور القوي في رسم السياسات العمومية. الأحزاب السياسية من جهتها، وإن كانت تستشعر خطورة شبه غياب الشباب عن المشهد السياسي، فإنها تؤكد أن الأمر يتعلق بانتقال ديمقراطي حقيقي وبإعادة الثقة بين الأحزاب والشباب المغربي. المشهد الحزبي يثير الشفقة، ولذلك لا مراهنة على بناء الثقة للمواطن في الأحزاب إلا بأن تتحول الأحزاب هي نفسها ذاتيا عن هذا الوضعية المسمى بالعطب إلى وضعية أخرى إن شاء الله تكون قائدة للعمل الديمقراطي. انتقال ديمقراطي فيه حل للمغرب لاسترجاع ثقة الشباب. ملايين الشباب اليوم لا تثق بالأحزاب السياسية. بعض المحللين يرون أن الخلل يكمن في مراهنة الأحزاب السياسية على الوجوه القديمة لضمان أكبر عدد من مقاعد البرلمان، وتهمش الشباب مقابل ذلك. الخلل يقع في مسألة الأحزاب السياسية التي يعني تصب اهتمامها في الدفر بمقاعد والدفر واحتلال الصدارة في نتائج ديال الانتخابات القادمة، لذلك فيتم تهميش الشباب على حساب سماسرة انتخابات. أزمة غياب الشباب المغربي عن المشهد السياسي يجسد حسب مراقبين حجم التزكيات الممنوحة للقيادات التقليدية داخل الأحزاب على حساب الشباب. انعدام الثقة ما بين السياسي وجل الشباب المغربي لم يؤثر سلبا على انخراط هذا الأخير في ممارسة السياسية فحسب، بل أيضا من حيث إقباله على التصويت الذي لم يتجاوز 5% في معظم المحطات الانتخابية حسب إحصائيات رسمية. عبد الحي البقالي، الحرة، الرباط. دعونا الآن نتابع معا بعض المعلومات عن نسب مشاركة بعض الشباب العربي في الحياة السياسية العامة، ونبدأ هنا بالمغرب، حيث كشفت هيئة المندوبية السامية للتخطيط أن 70% من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي، وأن 5% يؤمنون بالعمل الحزبي، وأن 1% فقط هم من يزاولون العمل السياسي داخل الهيئات السياسية. أما في الأردن وبحسب مركز الأمة للدراسات، فإن معظم الشباب الأردني يرى أن لهم بالفعل دور فاعل في الحياة السياسية بنسبة تخطت 64% مقابل 33% يرون أن ليس لهم دور فاعل.
أما في مصر وبحسب مصادر رسمية هناك قفزة ضخمة حاليا في تمثيل المرأة والشباب الذين يشكلون ما يقارب 50% من تركيبة المجلس الجديد مقابل 20% في مجلس 2015. هذا طبعا مع إفساح المجال للشباب بتعيينهم نوابا للمحافظين ومعاونين للوزراء. أما في لبنان فهناك تراجع واضح عن الانتماء الحزبي لدى الشباب بسبب ضعف الثقة في الأحزاب والقائمين عليها، وباستطلاع ما إذا كانوا ينتمون رسميا إلى حزب أو تيار أو حركة سياسية معينة، أكد الاستطلاع أن نسبة 8.4% فقط من المستطلعين لديهم انتماء سياسي، بينما نفت الأغلبية الساحقة بأكثر من 91% هذا الأمر. ولكن باسل في مصر الوضع يختلف إيجابيا، حيث هناك اعتراف رسمي بأهمية إشراك الشباب في تحقيق التنمية وفي مراكز صنع القرار أيضا، وثمة برامج وقرارات تدعم هذا التوجه. عموما تنضم إلينا من مصر البرلمانية الشابة الدكتورة دينا عبد الكريم. أهلا وسهلا بك دكتورة دينا وصباحك سعيد. في البداية لو تقولي لنا كيف وصلتي إلى الندوة البرلمانية وهل كان الطريق صعب؟ صباح الخير عليكم. أولا أنا واحدة من النواب اللي كنت محظوظة بأنه يتم تعييني في البرلمان من قبل رئيس الجمهورية، وزي ما حضرتك عارفة النظام الانتخابي في مصر كان بيعتمد على نظام القوائم ونظام الفردي، ويتبقى عدد محدود للتعيين مباشرة من رئيس الجمهورية. بالتأكيد المشوار بيختلف في طوله الزمني بحسب الطريقة التي وصل إليها المرشح للبرلمان. بالنسبة لي كان نتاج لسنوات طويلة من العمل العام، العمل في مجالات مختلفة في الدولة، ثم جاء التعيين مباشرة من رئيس الجمهورية اللي كان واضح جدا في التحرك نحو اختيارات أطلق عليها في ذلك الوقت يعني تكنوقراط، إنه شباب مرأة كل في تخصصه، كان التعيين بناء على تخصص وبناء على رحلة طويلة من العمل في المجال العام لكل من المجموعة اللي أنا بتشرف أن أنا كنت جزء منها التي تم تعيينها في البرلمان الأخير. طيب دكتورة دينا، يعني هو التقدم والتغير ملحوظ، يعني اليوم أصبح ممكن في مصر أن يعين الشباب كنواب للمحافظين المعاونين للوزراء كما ذكرنا، لكن كيف حدث هذا التقدم الملحوظ في إشراك الشباب المصري في شتى أوجه الحياة السياسية؟ يعني ذكرنا منذ قليل أيضا أن نسبة المشاركة في المجالس التشريعية وصلت تقريبا إلى 50% للشباب والنساء. ده حقيقي. أنا بشكرك لأنه هو السؤال الأهم طول الوقت مش نسبة المشاركة، لكن قبلها مهم جدا أن نسأل عن كيف وصلوا إلى هناك. كان طول الوقت عندنا فراغ أو جاب كبير جدا، أقدر أقول أنه ما بين مهارات الشباب وقدراتهم اهتمامهم، حتى لأن سمعت معكم التقرير أنه الاهتمام بالممارسة السياسية، وما بين الحياة السياسية اللي موجودة بالفعل واللي بيواجهها كمان خبرات من ناس أكبر سنا وأكبر خبرة في الحياة السياسية، فكانت بطبيعة الحال المنافسة صعبة. اللي حصل في مصر أنه من أكثر من 6 سنوات أعتقد، يا رب أكون دقيقة في التاريخ، لكن بدأت الرؤية لتأهيل الشباب للقيادة. أنا بعتقد أنه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وأنه فعاليات الأكاديمية الوطنية للتدريب هما فعاليتان الدولة هي اللي قامت بيهم وهي اللي رعتهم، رعاية الشباب وتمكينهم بالتدريب قبل اختيارهم دي كانت بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة لشباب كتير المرحلة الأهم، لأنه إزاي أطلب فرصة وأنا ما عنديش الإمكانات، وفي نفس الوقت إزاي تكون عندي الإمكانات بدون أن تعطى لي فرصة كافية. فالتدريب ثم التدريب ثم التدريب ده كان عنوان وصول هذه الكوادر العظيمة والمحترمة في كل أماكنها. طيب دكتورة دينا، يعني اليوم العنصر الشبابي والنسائي متواجد في البرلمان، ولكن هل يصنع تواجدهم القرار على أرض الواقع؟ يعني هل فعلا يتم الأخذ بعين الاعتبار قراراتهم وآرائهم؟
بالطبع العدد لعامل كبير جدا، حتى وإن كنا بنقول إنه العدد ما زال بيكتسب خبرة في الممارسة النيابية، تبقى بعد الخبرة في الممارسة في الحياة العامة والحياة السياسية تبقى خبرة الممارسة النيابية. لكن خليني أقولك إنه في الفصل التشريعي الأول كان في تواجد حقيقي وتأثير حقيقي للمرأة في كثير من القوانين، بطبيعة الحال كل القوانين التي تناقش في المجلس اللجان، لكن كمان بالأكثر في بعض القوانين التي تخص المرأة كان للمرأة مواقف مهمة جدا وتأثير حقيقي على صياغة القانون وحتى ترويجه للرأي العام. أذكر في من ضمنها طبعا قانون الختان وتغليظ عقوبة الختان في مصر، القوانين الخاصة بالتحرش وتغليظ عقوبة التحرش، وغيرها من القوانين الاجتماعية. أعتقد أن الفصل التشريع الثاني كمان هيكون أكثر زخما في القوانين تخص الحياة الاجتماعية واللي دايما المرأة بتكون مهتمة بها. عشان أكون جاوبت على السؤال بشكل كامل، الشباب عددا كبير جدا، نقدر نقول أنه في الخبرة البرلمانية ما زال في طور تكوين الخبرة وتكوين القدرة على صياغة قوانين والتأثير في القرار. هو مما لا شك فيه أعتقد أنه يعني نحن لم نصل بعد على المستوى العربي أو حتى في مصر يعني للمشاركة يعني المرضية، دعينا نقول يعني نحن في الطريق، هناك تقدم ملحوظ. ولكن لو تحدثنا بشكل عام عن الوطن العربي، هناك صعوبات كثيرة تواجه هذه الرحلة الطويلة المليئة بالتحديات. حدثينا عن التحديات التي تقف في وجه مشاركة الشباب في الحياة السياسية، في الحياة العامة بشكل عام، سواء أتت منهم أو من النظام. يعني شاركك في الرأي في جزء كبير، أنه في الوطن العربي بشكل عام عندنا طول الوقت شعور عام بالخذلان المبكر. يعني هو طول الوقت الشاب بدري جدا بيحس أنه بييأس أو بيسأم فكرة تكرار المحاولة. الحياة السياسية أو المشاركة السياسية أو كل تغيير بطبيعة الحال هو مبني بالتأكيد على شخص حاول ثم كرر المحاولة ثم فشل ثم كرر المحاولة. في جزء من ثقافتنا، ودي الحاجة السلبية فعلا اللي بتأثر بشكل كبير جدا عن أنهم يكونوا موجودين، أنه أنت يائس قبل أن تجرب طول الوقت. أنا كمان قبل ما شارك في الحياة السياسية كان دايما يتقال لي كده أنه يا الحياة السياسية صعبة، مش هتقدري عليها، بتحتاج لكثير من الخداع والمراوغة. الحقيقة لك أن تختار كيف ستمارس، لكن أن تكون موجود نصف النجاح. بشوف كده، بتكلم مع شباب عربي من لبنان، من تونس، من دول كتير، أنا أدرك شكل التحديات اللي عندهم، بسمع آراء عظيمة لكن لا يوجد رغبة أصلا في المشاركة. فأنا بتهيألي أنه الرغبة، القدرة على تكرار المحاولة ممكن يبقى عنوان مهم. دكتورة دينا، كلنا كشباب لو سمحتيني خليني أسألك عن يعني بوست أو منشور كان ليكي مؤخرا، تحدثتي فيه عن الإجحاف في حق ربما صغار المستثمرين ورواد الأعمال من قبل كبار المستثمرين. هل من الممكن أن نعكس وجهة نظرك هنا عندما تسألت يعني من يحمي الصغير من الكبير؟ أين هي قوانين حماية الصغير من الكبير؟ هل ينطبق هذا أيضا على الشباب، حماية الشباب سواء كانوا رواد أعمال أو مشاركين في الحياة السياسية من الكبار؟ سؤال ذكي جدا وبشكرك على الملاحظة والربط، لكن هقولك أنه يمكن الكبار لازم هم اللي يكونوا مسؤولين عن التمكين وعن الحماية. في خبر جيد وفي خبر صعب، أنه مثلا أكبر حزب سياسي في مصر حزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب هو المهندس أشرف رشاد، وعمره 35 سنة أو 36 سنة أعتقد. فأقصد أقول لك أنه هو الأمين نائب رئيس الحزب، فالشباب وصل إلى مناصب قيادية، طبعا وصلوا إلى مناصب قيادية كبرى في أحزابهم، هو بالمناسبة زعيم الأغلبية البرلمانية في البرلمان. العنوان ده في حد ذاته يعطي أمل، لكن كم واحد أو كم شخص وصل؟ لا طبعا، نحتاج إلى حماية أكبر ونحتاج إلى تمكين أكبر. وزي ما بدأنا وقلنا، تمكين الشباب، أعطيهم الأدوات ثم أعطيهم الفرص. أنا مش من أنصار أبدا الكوتا وأعطيهم نسبة معينة، مش بحب دي، لكن بحب
الفرص، لأنه إحنا عندنا شباب مبهر، إحنا في الوطن العربي شباب مبهر ومطلع وأدواته أكبر، أعتقد كمان مع كل الاحترام للخبرات الأكبر هم أدواتهم أكبر وأقوى. نشكر وجودك معنا هذا الصباح دكتورة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب المصري، شكرا جزيلا لك.